الحقيقة أنا عايزة أقول إن النهاردة ده فعلا أحلى إنجاز في تاريخ السباحة المصرية، أحلى ترتيب وأحلى إنجاز. يعني يمكن أنا كنت رقم 9 على العالم ورقم 7 على العالم في حمامة القصيرة، النهاردة بنشوف رقم 4 على العالم، إن شاء الله في الأولمبياد نشوف أحسن من إنجازاتي أيضا. فأنا فخورة جدا بيه هو وفريدة وبقيت كل السباحين اللي في منتخب مصر، لأن بقى عندنا فريق كامل رايح الأولمبياد، ومش بس رايح للمشاركة ولكن رايح إن هو يدخل النهائيات. فأنا مش بس سعيدة بيه كسباح، هو أيضا أكيد زي ما شفت هو شخص ملتزم جدا وخلوق جدا. أتمنى فعلا إن كل شباب ابنا في النادي الاهلي يكونوا كده. والله هو النادي الاهلي متعود دايما يقف جنب ابنائه، فيمكن دايما بيبقوا السباحين متعودين انهم هيحتفل بيهم في النادي بتاعهم، وتبقى دي نوع من انواع الحافز جواه وهو بيتمرن. تكريم بيبقى حاجه المعنويه اللي احنا محتاجينها علشان نكمل التعب اللي محتاجين نعمله علشان نوصل اللي احنا عايزينه.